هي غتكون من جميع مدن المغرب ومن جميع جهات المغرب. حطينا المطالب ديالنا في الاداره عند السيد المدير الجهوي واستجب لنا، والمطالب ديالنا صيفطهم للمركزيه للمدير ديال الوكاله للسلامه الطرقيه بالرباط. قال لي اعطوني مهله باش ندرس هاد الطلبات ديالهم وغادي نجاوبهم. حنا عطيناه مده ديال 48 ساعه ونطلبوا الله التيسير. الا ما جاوبناش في 48 ساعه راه حنا غنصعدوا وغتكون وقفه في الرباط ان شاء الله. ما كيستاجروش، ما كايناش استشاره. هاد السيد المدير شي حاجه كيبغي يديرها راه كيحطها. بالك الاسئله صايبوه شراوه حطوه جابوه لينا، حنا ما شاركوش معنا. ما هادشي اللي كاين. المطالب ديالنا كثيره، الى ما تحقق منها تم مطلب. لحد الان باقي تم مطلب ما تحقق منها بزاف ديال المطالب. انا اللي كنهضر معاك ما عنديش رخصه مدرب تعليم السياحه، سالات سميتو سالات المده الصلاحيه ديالها، وانا خدام دابا نوار. انا ما عنديش رخصه مدرب تعليم السياحه حاليا. ما كاينش سيد المدير، باقي مازال ما وجدوش لينا فين غادي نديروا التكوين، ومازال ما كاين حتى شي حاجه. التكوين مازال ما كاينش. راه كاينه واحد 3000 مدرب شي 12000 مدرب اللي غادي تكون دابا اللي كاينه على الصعيد الوطني. كلهم ما عندهمش البطاقه، كلشي ما عندهمش البطاقه، كلشي سالات لهم البطاقيه، كلهم البطاقه المهنيه. كاينين اسر اللي المصدر الوحيد ديالهم هو سياره التعليم. الا هاد سياره التعليم غتسد الباب ديالها بهاد المنصه وبهاد البرك الاسئله اللي دار دابا، راه كتقولوا ليهم سيروا تموتوا بهذا المعنى. انا كاين هاد السيده غير دابا كنهضروا، قلنا هي عندها مشكل ان راجلها كان عنده مشكله في كورونا ودار فايت، ولا المصدر ديالها هو سياره التعليم. ها هو دابا من كورونا ولينا في برك الاسئله، يعني تا برك الاسئله راه هو فحال كورونا وكثر من كورونا، يعني تا هو غادي يدير فايت بزاف سياره التعليم. وسيرتو هادو الناس اللي الله جداد اللي الله قالوا بسم الله، راه هاد الوكاله هي اللي عطاتنا هاد الترخيص باش نحلوا سياره التعليم، ماشي شي حد اخر. حل عطاتنا ترخيص باش نحلوا سياره التعليم، ومن وراها عطاتنا بنك الاسئله كتقول لينا ما ديروش خطوه ثانيه. هذه راه الخطوه الاولى، يلاه قلنا بسم الله، يعني عندنا كريديات، عندنا مصاريف كثيره، وحنا يلاه كنقولوا بسم الله وبغينا نمشيو في هذا القطاع نزيدوا القدام، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا ما قلناش لهم ما تبدلوش، هما اصلا كيهضروا على هاد البي دي اف وهادشي اللي قديم اللي كان ولا متداول والناس كيعرفوا كاملين وكيحفظوا ويدخلوا به. اي احنا معاهم، حتى احنا ما بغيناش، ولكن خاصهم يعطيونا اسئله في المتناول واسئله بالمنطق. يعني خاص شي حاجه اللي نحفظوا هذوك الناس ونشرحوا لهم، يلقاو هذاك الشرح بالطريقه اللي شرحنا لهم حنا، يقدروا يجاوبوا على الاسئله. ماشي انا كنشرح لهم بطريقه وبمنطق ويدخل يلقى اسئله ما عندها حتى شي علاقه لا بالمنطق ولا والو. يعني خاص اعاده النظر في هاد بنك الاسئله، وخاصهم يعطيونا تكوين باش حنا نفهموا هذاك الشيء. عطينا معجم، عطينا معجم فيه مفردات، عطينا معجم فيه مفردات باللغه العربيه وبالدارجه وبالفرنسيه. كنشوفوا بان الفرنسي الدارجه والعربيه بحال بحال، يعني نفس المفرد، ولكن الشرح ديالها فينا هو. حنا خصنا نمشيو نقلبوا دابا على هذوك المفردات نشرحوهم. هما عطاونا معجم خصهم يشرحوه لينا، يقولوا لنا هذه الكلمه ها شنو كتساوي، ها شنو المعنى ديالها.